أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث حول مستجدات الوضع في محافظة مأرب بعد مقتل نائب مدير الأمن في المدينة. تستمر الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب وعناصر مسلحة خارج إطار القانون بعد استهداف العناصر لدورية أمنية ومقتل قائد أمني وإصابة آخرين. وتزداد المخاوف من اتساع مساحة التوتر الأمني في المحافظة التي شهدت استقرارا نوعيا منذ بداية الحرب، لا سيما بعد معلومات كشفت عن استهداف منزل محافظ المحافظة سلطان العرادة بصاروخ من خارج المحافظة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: هل تستمر الحملة الأمنية حتى تحقيق أهدافها والقبض على المطلوبين؟ وما هي دلالات استهداف منزل المحافظ في هذا التوقيت؟ وما إذا كانت له علاقة بالحملة الأمنية جنوب المحافظة؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. توتر أمني تشهده محافظة مأرب مؤخرا جرى الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومسلحين من منطقة الأشراف جنوبية المحافظة. الاشتباكات اندلعت في وقت سابق جراء استهداف العناصر المسلحة لدورية أمنية كانت في مهمة للقبض على عناصر مطلوبة أمنيا، وقتل خلالها نائب مدير أمن مدينة مأرب وأصيب 3 جنود آخرين. استهداف المسؤول الأمني وعدم تسليم العناصر التي أطلقت النار على دورية الأمن دفع بقيادة المحافظة لتكثيف الحملة الأمنية على تلك العناصر والجهات التي تقف خلفها. مراقبون يقولون إن هناك بعض العناصر التي تتمركز جنوب المحافظة لا تزال تحتفظ بولائها لميليشيا الحوثي، وهذا ما يفسر تمردها على السلطات الحكومية في مأرب. السلطات الأمنية أصدرت بيانا قالت فيه إن الحملة الأمنية لن تتهاون مع العناصر التخريبية التي حرص رجال الأمن أثناء التعامل معها على سلامة المدنيين، وإن الحملة ستستمر حتى تحقيق الأمن والقبض على المطلوبين. الأمن في مأرب قضية يكتنفها الكثير من التوتر والتعقيدات الإقليمية. آخر تلك المستجدات هو الحديث عن انسحاب قوات إماراتية من معسكر صرواح بمأرب على حساب تعزيز حضور الرياض العسكري في المحافظة. تحركات تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل أمن المحافظة، وماذا يريد لها الجيران؟ إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي الصحفي فؤاد متاش. سيد فؤاد مساء الخير. مساء النور يا أستاذ. أهلا بك سيد فؤاد. إذن توتر في الوضع الأمني في محافظة مأرب وأحداث يعني تتتالى وتتصاعد، يعني ما الجديد حتى الآن؟ الجديد أن المعركة بين الأمن وبين المتمردين من الأشراف توتلت بالأمس. المواطنون في حالة فزع وخوف، فقد كانت الأصوات تملأ مدينة مأرب حتى ظن الناس أن المعركة في الشوارع في شوارع مأرب بسبب أن المتمردين من الأشراف كانوا يطلقون عشوائية وفي اتجاهات، لكن اليوم الأصوات بعيدة، وهذا يدل على أن قوات الأمن قد تقدمت كثيرا في العمق في منطقة الأشراف وسيطرت على المنطقة الجنوبية من ناحية السد. نعم. ولا تزال طيب سيد فؤاد، سيد فؤاد فيما يتعلق بهذه القبيلة من وصفك بأنه هناك متمردين، يعني بمعنى بأن ما يحدث وليس توجه القبيلة بأكملها، وإنما هناك فقط يعني بعض المتمردين محسوبون على هذه القبيلة. نعم، أنا أريد توصيفا صحفيا صحيحا، لأن هناك يعني هناك من الأشراف من لا يريد هذا، ولكن نقول النافذون وليس تمرد من أجل التخريب، لا، هو تمرد ممنهج، حيث أن هذه القبيلة أو فنقول المتمردين من هذه القبيلة لهم أجندات، يعني لا نقول أن الأمر جاء هكذا عرضا، لا، لهم أجندات يريدون تنفيذها. نعم، إذن ما نفهمه حتى الآن الاشتباكات ما زالت مستمرة، سواء قربت الأصوات من المدينة أو بعدت، يعني الاشتباكات ما زالت قائمة، وما يعني كما حدث إلى الآن هو مقتل مسؤول أمني كبير وعدد من الجنود، والحملة الأمنية لم تنتهي ولم تحقق هدفها حتى الآن. نعم، هي لم تحقق هدفها لأن المعركة ما تزال مستمرة، وكانت
كان الأمر سينتهي عندما قالوا أنهم سيسلمون الجنة الذين الجنود وإصابة بعضهم يوم الاثنين الفائت. فعلى هذا الأساس جاء نائب مدير الأمن ولكن غدروا به فقتلوه، ولذلك المعركة مستمرة لكنها خفيفة، ولكنها بالليل تشتد كثيرا. نعم، طيب يعني المعركة كما قلت أنها تشتد في المساء بشكل أكبر، ولكن يعني سيد فؤاد حول الضحايا، هل لديكم معلومات عن ضحايا خلفتهم هذه المواجهات، سواء من أبناء الأشراف أو من يعني الحملة الأمنية أو من المواطنين المدنيين في مناطق الاشتباكات إذا وجدوا؟ بالنسبة لضحايا الأمن يتم الإعلان عنهم فورا، يعني بشفافية أولا بأول. هناك يوم الاثنين مثلا قتيلان ومصابان، وفي المعركة الأخيرة التي حدثت يعني بالأمس مقتل نائب مدير الأمن وبجانبه عدد أيضا ضابط كبير وعدد من الأفراد. أما بالنسبة إلى الأشراف فهم يتكتمون، لأن المعركة أصلا هي من بعيد إلى بعيد يعني، وتكاد الاشتباكات تكون بالليل وفي مزارع. لكن الذي تم الإعلان عنه يعني منهم هو الصابر ضيف الله، الكبار القيادة للخلايا الحوثية في مأرب، هذا تم الإعلان عنه، أو ربما الأمن هو الذي أعلن عنه. نعم، إذن ابقى معي سيد فؤاد، وأرحب بضيفنا من الرياض الخبير العسكري سيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز مساء الخير. أسعد الله مساءك وتحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد العزيز، كيف تتابع ما يحدث في مأرب؟ يا سيدي دعني أعود إلى عام 2015. طبعا أصحابنا يعني أقصد الشرعية ورجال الشرعية سواء قبائل مأرب أو قيادة الشرعية بيتعاملوا في الحرب هذه بشكل رومانسي. أول حاجة الأشراف من آل الأمير في عام 2015 هم الذين غدروا في مأرب وأدخلوا الحوثي إلى منطقتهم عبر منطقة الميديان ومنطقة السد وما إلى ذلك، وأدخلوا الحوثيين وتم تحرير هذه المنطقة بمساعدة التحالف العربي وحوالي 400 شهيد أغلبهم من قبائل مأرب، ما يعني يقل عن 300 شهيد. ثم قامت القيادة الشرعية وقيادة المقاومة في مأرب حين ذاك باعتبار أن القضية يعني فردية وعفى الله عما سلف وكثر الله خيرهم. استمرت المعركة يعني استمروا هؤلاء الأشخاص، وأمس قرأت أحد قتل الحوثي من الأشراف وهو يتكلم يعني بشكل أنهم حوثيين وأنهم أنصار الله وأنهم كذا وأنهم كذا. المعركة يا سيدي جزء منها كبير عرقية، دعني أفصل لك أقسم لك أجزء لك الهاشميين في مأرب. وفي هناك هاشميين وقفوا مع الشرعية، من ضمنهم وكيل وزارة الداخلية، من ضمنهم رئيس التجمع اليمني للإطلاع، وهؤلاء بعض قرابتهم يقاتلوا مع الحوثي لكن غبار على هؤلاء الأشخاص. اثنين الهاشميين برضو جزء من أشراف مأرب قاتلوا مع الحوثي وما زالوا مع الحوثي وتم العفو عنهم. ثلاثة الهاشميين الذين تم جلبهم من خارج مأرب وتولوا المناصب القيادية الأمنية والعسكرية، وهؤلاء في نظري خط أحمر تحتهم وهم الأخطر. الحوثيين والهاشميين من آل الأمير هؤلاء قد الناس عرفوا أنهم عدو واضح، الأخطر هم هؤلاء. الصنف الرابع هم قيادة المنظمات الدولية حق المساعدات والنازحين، وهؤلاء كلهم أتوا هواشم أتوا من مناطق الحوثي وهم الذي يتحكموا في المساعدات في مأرب، وبعضهم لا يخفي انتباهه للحوثي. لكن الشروط الدولية والتراخي لدى أصحابنا في مأرب جعلهم يتحكمون، وهؤلاء دعني أسف في الموضوع هذا، الموضوع ليس فيه مزاح، وهؤلاء يأخذوا استديانات النازحين من أجل المساعدات ويرسلوا بالبيانات للقيادة الحوثية في المناطق التي أتوا منها النازحين لإيذاء أسرهم. يعني سوف أعود للموضوع الأصلي. بالنسبة لقضية الهواشم من آل الأمير والأشراف من آل الأمير، هؤلاء تم العفو عنهم سابقا،
نعم. لكن سيد عبد العزيز اولا يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الخطأ الكبير الذي وصفته في بداية حديثك بأن يعني الشرعية أخطأت خطأ كبير بمسألة أنه ما زال هناك موالين للحوثي ويعملون لصالحه داخل المأرب، وبالتالي اليوم السلطة المحلية أمام مشكلة كبيرة، كيف يمكن التعامل معها؟ يا أخي الولايات المتحدة الأمريكية أصحابنا يتكلموا، القيادة الشرعية في مأرب تتكلم يعني تقول نحن دولة ولن نعامل الناس كما يعاملهم الحوثي. يا أخي الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية عندما انفجرت الحرب بينها وبين اليابان جمعت كل الأمريكيين من أصول يابانية وبعضهم كان هو الجيل الثالث والجيل الرابع وجمعتهم في معسكرات وضعتهم في معسكرات واحتجزتهم حتى انتهى الحرب. عندنا هؤلاء خانوا المرة الأولى، خانوا المرة الثانية، خانوا المرة الثالثة، والآن الأخطر الآن أنه قد يتم العفو عنهم. الخطة التي كانت التي البعض يعتقد أن ما حصل في مارب هو أمر عرضي، لا، ويمكن عبر قناتكم حذر سابقا من هذا الوضع على أن ما جمع الهواشم من آل الأمير سوف يفجرون الوضع من داخل مارب والحوثي يهاجم من خارجها، وهنا الإشكالية الكبيرة. يجب التعامل مع الهاشميين من آل الأمير وكافة الهاشميين الذين لهم ارتباط بالحوثي حتى في المنظمات الدولية، يجب التعامل معهم كما يتعامل الحوثي مع معارضي، لا نقول يفجر البيوت بل يحتجزهم. الأخطر ما زال في نظر يعني من وجهة نظري إن الأخطر هو الذي يشكله بعض الهواشم الذين في الشرعية، يعني جميع القيادات الأمنية والعسكرية بيدهم. لو حبيت حصيلك حصيلك ما أدري فيهم مدير أمر مارب، هذا ليس من هواشم مارب، تم جلده من خارج مارب. ولا عندما تحتج لماذا عينتم هذا مدير أمن المأرب؟ يقول لك لم يقاتل مع الحوثي. يعني أي واحد هاشمي لم يقاتل مع الحوثي من وأقرباء قيادة مع عبد الملك الحوثي نجيب عينه قيادي في مأرب. يا أخي هذه رومانسية لم تحصل في العالم كله. نعم. إذن جميل، سأعود إليك سيد عبد العزيز، تكرم بالبقاء معي وأذهب لي الصحفي فؤاد متاش. يعني سيد فؤاد، الكثير يتحدث اليوم بأن اشتداد المواجهات ويعني مواجهة مفتوحة ما بين الدولة وقبيلة أو آل الأشراف، يعني هو سيسوق أو ستنزلق الأمور إلى جانب طائفي، يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هم يريدون هذا، يريدون أن يكون نهاية الأمر جانب طائفي، ولكن الدولة تتعامل مع هذا الأمر تعاملا حذرا، قطعت عليهم هذا الطريق برسائلها مع العقلاء من قبيلة الأشراف يصرون على ما هم عليه لتنفيذ أجندة معينة. وقبائل مارب اليوم تتداعى، وأنا رأيت قوم كثيرة بعيني، قبائل كثيرة تتداعى مع الأمن، ولكن الأمن يقول لا نريد أن يكون هناك مثلا ثارات بين أهل مارب، نحن الذين سوف ننهي هذه القضية. وفعلا طبعا هذه دولة لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، وقد توقلوا كثيرا أو يعني أن يضربوا العدو بقوة، لذلك فهو في حذر وبالليل ينشط، لكن الدولة لا تريد أن تتوقف كثيرا. بسبب ماذا؟ بسبب المواطنين، ولكن يبدو أن الأمر حسن بعد أن غدروا. أما الانزلاق الطائفي هم يريدون هذا عدة مرات، قد أرادوا المرة الأولى عندما جاء ناس من صعدة وقام هؤلاء أيضا من كانوا يضربون جبل هيلان، الحوثيون يضربون جبل هيلان على مناطق على تمركز فيها الأمن، وكانت المواطنين معناها هذا أمر قد سقط له ودبر، ولكن الانزلاق الطائفي بإذن الله لن يكون. نعم، إذن ابقى معي سيد فؤاد، ودعنا نرحب الآن بالعميد عبد الملك المداني مدير عام شرطة مارب. سيد أو سيادة العميد، أسعد الله مساك بكل خير. أهلا بك سيادة العميد، يعني ما هي آخر المستجدات في مارب بعد التوتر الأمني الحاصل والاشتباكات التي تمت خلال الأيام الفائتة؟
شكرا لكم. طبعا الوضع الامني في معرض مستدر وتحت السيطره، واجهزه الامن ما زالت تتبع الجنان وفقا لاوامر المنتظر القهري الصادره من القضاء، والامور ان شاء الله طيبه. نعم، لكن يعني حسب ما افاد الصحفي فؤاد متاش وايضا ما يتحدث المواطنين بان الاشتباكات يعني ربما مساء الامس سمعت وكانها يعني اصبحت داخل المدينه، يعني بمعنى كيف يعني تصف ان الامور طيبه ولا توجد اي اشكاليه؟ امر طبيعي ان تحصل اشتباكات اثناء ملاحقه الجناه والمجرمين، هذا امر طبيعي. هل تم القبض عليها؟ امر القضاء واشتباكات في الجهات في المنطقه الجنوبيه من المدينه، لكن الامور طبيعيه والناس يزاولون اعمالهم بشكل عادي، يعني بس الاعلام احيانا يمارس بعض التهويل. نعم، لكن الامور طبيعيه ما شاء الله. نعم، طيب يعني بمساله الحمله الامنيه، هل قاربت على الانتهاء وتحقيق الهدف التي او الذي انطلقت من اجله؟ الحمله الامنيه ستستمر حتى تتمكن من ضبط قسم الجناه الذي اقدمه على حاجات رجال الامن والاحتلال بالسكينه العامه والنيابه على اسطوره اوامر القهريه على اساس انه يتم متابعتهم وضبطهم، وستستمر حتى يعني القبض على اخر انسان حمل بالامن والاستقرار. نعم، هناك حديث عن وساطات ربما توقف هذه الاشتباكات وتفضي في نهاية المطاف على عدم تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها الحملة، كيف ترون ذلك؟ أي جهود تصب في خدمة الأمن والاستقرار الجميع معها، لكن أن تكون ضد الأمن والاستقرار فأعتقد أنه لن يتجاوب أحد معها، لا رجال الأمن ولا المواطنين حتى في المعهد. نعم، يعني أي وساطة بعيدا عن تسليم قتلة يعني رجال الأمن غير مقبولة، نفهم منك؟ بلا شك أنه أي وساطة تستهدف الخلايا بالأمن والاستقرار لن تكون مقبولة. نعم. نعم، بما يتعلق باستهداف منزل المحافظ اليوم، هل للموضوع علاقة بما يحدث من اشتباكات؟ يعني بمعنى المنطقة التي أطلق منها الصاروخ هو رد على هذه الاشتباكات من سواء من الحوثيين أو من قبيلة آل الأشرف؟ هو واضح الأمر أنه هناك تضامن من قبل الميليشيات مع هؤلاء الناس، وما هو السر في استهداف بيت المحافظ في هذا الضبط تحديدا؟ يعني واضح أنه نعم، فيما يتعلق بمنزل المحافظ يعني والصاروخ الذي استهدف المنزل، يعني ما هي المعلومات التي يعني هي لديكم من اجل ان يعني نطلع الناس بشانها؟ يعني ما الذي حدث في بيت المحافظ؟ هل الاستهداف يعني استهدف البيت بشكل كامل ام في منطقه قريبه من البيت؟ ما هل هناك ضحايا؟ التعرف كان كثير، وانا اعتقد انه من كثره الجري والخبرات في الامنيه الحربيه والجيش، لكن نعم. واضح انه من خلال الصور المتداوله في الاعلام انه استهدف احد الاماكن التي فيها المحافظ مع المواطنين، لكن لا اصابات اعتقد الى ما دامش اي اخبار عن اصابات. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر العميد عبد الملك المداني مدير عام شرطه مأرب، كنت معنا من مأرب، شكرا لك. وأعود لضيفي من الرياض السيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، نتساءل هنا في مسألة يعني الحدثين، هناك اشتباكات مع آل الأشرف وصاروخ يعني اليوم يستهدف منزل المحافظ في المدينة، وبالتالي هل للحدثين علاقة مشتركة؟ نعم، انا اقول لك بدايه حديثي على ان الامر ليس عرضي، ليس الحادث ليس عرضي نتيجه اشتباكة الاعتداء على نقطه عسكريه. كان المطلوب ان الاشراف آل الامير نخصهم يعني بالذات على اساس انه عمم، كان المطلوب ان الاشراف من آل الامير يفجروا الوضع من داخل مأرب، ومع يعني مع وهجوم من خارج مأرب.
لكن يبدو ان التوقيت او ان اصحاب ال الامير استبقوا الحدث قبل ان يكون الحوثي مستعد لهذا الهجوم. فلجا الحوثي انتقاما لقصف بيت المحافظه العراده الذي يكون ذاك كل تقدير وكل احترام، مع ان احنا نلومه في بعض الاجراءات او ننتقده او نختلف عليه، لكنه يظل هامه من هامات الجمهوريه ومن هامات الوطن. نجله ونقدره. طبعا لا يمكن الفصل بين الحادثين، لكن اعتقد ان الصاروخ البالستي يعني زلزال وحجم نوع زلزال وصمود وكذا، وهذه الصواريخ يعني مداها قصير وتاثيرها ليس لها تاثير كبير، تاثيرها محدود جدا للغايه، وبالتالي فانها تبدو كقذيفه الهاون. لكن يا سيد عبد العزيز، يعني سمعنا منذ فترات طويله من قبل بان اي يعني معظم الصواريخ التي توجه باتجاه مأرب هناك يعني منظومه الباتريوت تقوم باعتراضها اولا باول. اليوم يصل صاروخ ويستهدف منزل المحافظ، يعني ما الذي يحدث؟ والله احنا سمعنا بالاخبار، لا ادري مدى دقه وصحه هذه الاخبار، على ان الامارات سحبت القوات الخاصه بها، لا غير متاكد من هذه المعلومه، لكنها اخبار متداوله بشكل قوي وقد تكون صحيحه. وبالتالي فان منظومه البتريوت لم تحل بدلها منظومه اخرى او منظومه جديده، او ربما ان نتيجة يعني تغيير المنظومات من المنظومة الإماراتية إلى المنظومة السعودية، لم تكن هناك جاهزية لهذا الحدث. لا يعني لا نسوق، لأنه الصاروخ البالستي قد يستهدف منظومة البتريوت نفسها، وبالتالي فإن البتريوت في حال يكون شغال فإنه بيسقط، لكن أعتقد أن هناك إما هفوة أو أن أخبار انسحاب البتريوت من مأرب صحيحة. نعم، إذن هنا فقط تساؤل أخير سيد عبد العزيز فيما يتعلق بمحافظة مأرب بشكل عام، هل يمكن القول بأنه يعني هناك تغييرات يراد لها بما يتعلق بالمحافظة؟ هناك يعني انسحاب لقوات أمنية كما تتحدث، أو لقوات عسكرية إماراتية كما تتحدث الأنباء، وأيضا تعزيز التواجد السعودي والكثير من الأخبار المتعلقة بالجانب العسكري، هل هي في إطار يعني شيء يرتب لمسألة محافظة مأرب، وبالتالي قد يعني تحدث الكثير من المفاجآت في قادم الأيام؟ هذه حرب وكل الاحتمالات واردة، لكن أحب أن أقول لك وأقول للجميع وأقول للمشاهدين على أن مأرب هي المدينة الوحيدة التي هاجمها الحوثي وعطاش وهم في أوج قوتهم ومن قبل عاصفة الحزب وصمدت ولم يستطيعوا دخولها، وهاجموها وهم في عز قوتهم ولم يستطيعوا أن ينالوا منها، ورغم أن الخيانة أتت من نفس الأشخاص. لكن ما نريد أن نقوله على أن لكن أن يهاجمها الأصدقاء والخصوم ستكون الكلفة كبيرة، ويعني الأمر سيكون مختلف باعتقادي. لا المفرزة القوات الإماراتية هي لم تكن تشارك في أي اشتباكات عسكرية، وهذا عيب في حقها المأرب، على أن نقول أن الإمارات التي كانت تدافع عنهم، القوات الإماراتية التي كانت في مأرب هي منظومة البتريوت ومستشارين عسكريين لم يكونوا يقاتلوا في الواجهة. الأخطر في مأرب هم الذين أتوا، الهواشم الذين أتوا من مناطق الحوثي، وأكرر هؤلاء هم الأخطر. وتفعيلا لمخرجات الحوار الوطني يجب أن يتولى القيادة الأمنية والعسكرية في مأرب ناس من أهل مأرب، لا أن نأتي لهم بناس أقاربهم يقاتلوا مع الحوثي. هذا الكلام يجب أن يكون واضح. ثانيا، الضرب بيد من حديد ومعاقبة يعني من خانوا للمرة الثانية والثالثة. نعم. يعني هذه حرب، وقد ذكرت لك أن أمريكا وهي أم الحرية وجدة الديمقراطية حجزت المواطنين الأمريكيين من أصول يابانية. نعم إذن أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، كنت معنا من الرياض، وأعود لضيفي الكاتب الصحفي فؤاد متاش. يعني سيد فؤاد، تفاصيل لو لديك حول استهداف بيت المحافظ، كيف تمت هذه العملية مع وجود منظومة الباتريوت التي يعني أكثر من مرة يطلق أو تطلق صواريخ باتجاه
مأرب ويتم صدها من خلال هذه المنظومة. لماذا هذا الصاروخ يصل ويستهدف بيت المحافظ؟ هذا الخبر منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وهنا في مأرب، يعني كأنه خبر مؤكد ولكن لم يأتي من الجهات الرسمية لا إثبات ولا نفي. أما بالنسبة لوصول من خلال معلوماتكم أنتم سيد فؤاد، صاروخا ربما يكون كاتيوشا، والكاتيوشا هي تضرب من حين إلى حين ولا تستطيع الباتري، فيستطيع أن يعترض الكاتيوشا على الأطلاق. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي فؤاد متاج. ومشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل أسامة عادل، وهي أيضا من جميع طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.